بسم الله الرحمن الرحيم، وياكم زميلكم محمد ضياء. وان شاء الله راح نشرح مديول 204 الاناتومي او النيورو اناتومي. طبعا هنا عندنا عليه 17 درجه بالامتحان، والمواضيع اللي داخله عليها بالعملي هي الاتي: اولا عندنا السيريبرم، نعرف الميديال واللاترال سيرفيس بالمحتويات اللي بيهن، وكذلك نعرف السيريبيلم والبرين ستيم والفنتريكلز، فقط الجنرال فيتشرز. طبعا هذه الاشياء لازم نعرفهن. راح ناخذ في هذا المقطع نظره عامه على السيريبرم، الميديال واللاترال سيرفيس، وراح ناخذ اهم الاسئله ممكن تجي على البرين بشكل عام. فأتمنى أن أعجبكم، تابعوا ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بهذا الموديل. طبعا أول معلومة لازم تعرفها أنه وين الميديال وين اللاترال. هاي جوه أكو عندك هنا بالنص السلاماس، فهذا شنو؟ هذا الميديال. زين، هنا اللاترال. اللاترال مثل ما تلاحظ هنا عندك السيريبيلم، فهذا شنو يعتبر؟ بوستيريور، وهذا انتيريور. زين، طبعا هنا قلبت الموديل للميديال سيرفيس. تمام، اكو ملاحظه ممكن ما يجيب لك الموديل بهايه، لا بسيربلم ولا ببونز ولا مظله، فشلون تعرفه الانتيريور من البوستيريور؟ راح تقلبه على الميديال مثل ما سويت. ثاني شيء راح تبعه على هذا الجزء. هذا الجزء شنو اسمه؟ اسم الكوربس كالوزم، وينقسم الى اربع اجزاء. الجزء الاول اسمه روستروم. تمام، هذا روستروم، ومن ثم هذا الجينو، وبعدين البادي، هذا كله بادي من هنا لهنا كله بادي، واخر شيء عندك السبلينيوم. تمام، فاذا تلاحظ اللي نازل اللي جوه مكمل نزوله، سواء كان بهاي الموديل او بالعينه. تمام، هذا نازل اللي جوه اسمه شنو؟ اسمه الروستروم، فهذا هو يمثل الانتيريور، واللي ورا هذا يمثل البوستيريور. هذا طريقه تعرف الانتيريور والبوستيريور. اول نقطه لازم تعرفها تقسم الى اربع لوبس. اللوب اللي قدام قلنا هاي انتيريور، فاللوب اللي قدام ايش راح اسميها؟ فرونتال لوب. تمام، واللوب اللي ورا اخر شيء بالزاويه هاي ايش راح اسميها؟ راح اسميها الاوكسيبيتال لوب. شنو الاسئله المهمه بها؟ انه شنو الاريز اللي بها مال الفيجن والاخره. تمام، فهسه ايش عندنا؟ اوكسيبيتال وعندنا فرونتال، زين بقى اثنين. عندك اللي فوق اللي صايره بالزاويه هاي كلها يسمونها برايتال. تمام، هاي يسمونها برايتال. اما اللي جوا ايش راح اسميها؟ راح اسميها تمبرال. تمبرال لوب وبرايتال لوب. زين، هنا عندك بهاي الصوره نفسها بس هذا مقلوب، مثل ما تلاحظون هنا فرونتال وهنا اوكسيبيتال وبرايتال وتمبرال. زين، هسه اهم شيء اعرف السلكاي. انا راح اطرح الاسئله اثناء ما احكي. بالنسبه للسلكاي راح يبلش لك اول شيء على اهم سلكلز اللي هو هذا كبير. او شنو سلكاي؟ شنو جايراي؟ سلكاي اللون الغامض الفتحه الجروف، بينما اللي فوق الطالع هذا الجايراي. تمام، زين، شو بدي اعرف؟ انا بدي اعرف هذا جدا مهم، اسمه لاترا سلكس. شو بدي اعرف بعد؟ شنو الاتر اللي يمشي به؟ نقطه، انتهى الكلام، خلصنا. هذا لاترا سلكس. زين، نكمل. اللاترا سلكس وصل لك بين الفرونتال لوب وبين شنو؟ التمبرال لوب. زين، هسه بدي اقسم. طبعا هذا الثاني واحد اللي هو شنو؟ هذا السنترال سلكس، جدا جدا مهم. تمام، السنترال سلكس بدي اقسم كل لوب ثلاث اقسام حسب يعني اللوب. اول لوب راح اقسمها ثلاث اقسام اللي هي الفرونتال. القسم الصغير من اللوب راح اسميه لوبيول. زين، عندك اول نقطه اللي فوق سوبيريور فرونتال لوبيول. تمام، وعندك اللي جوا شنو؟ الانفيريور. زين، نفس الشيء السلكس، عندك فوق سوبيريور فرونتال سلكس، وعندك الجوة الانفيريور فرونتال سلكس. زين، اللي بالنص شنو؟ ماكو سلكس بس شكو اكو لبيول، اللي هو يا هو الميدل، ميدل فرونتال لبيول. هاي نقطة، انتهى الكلام. زين، ما عليها اسئلة بالنظري. اللي ورا عندك هنا هذا شنو؟ البرايتال لوب. برايتال لوب راح اقسمها اثنين لبيولز. الفوق ايش راح اسميها؟ راح اسميها السوبيريور، والجوة راح اسميها شنو؟ والجو هاي شنو؟ الانفيريور. اللي بيناتهن شو اسمه؟ انتر لوبيولار سلكس. انتر لوبيولار سلكس. تمام، هذا بيناتهن. اخر شيء الاوكسيبيتال. الاوكسيبيتال ايضا الفرق بين البرايتال وبين الاوكسيبيتال شنو؟ اكيد تعرف البرايتو اوكسيبيتال، هذا اسمه برايتو اوكسيبيتال سلكس. تمام، هي ماكو بعد بها شيء مهمه. هنا عندك هذا التمبرال. زين، التمبرال هم ينقسمين كم؟ ينقسمين ثلاثة، عندك انفيريور وعندك سوبيريور تمبرال لبيول. زين، زين اللي بالنص شنو؟ ميدل. زين، بالنسبة للسلكاي مالتين شنو؟ الفوق اسمها سوبيريور تمبرال سلكس، والجوا اسمها انفيريور تمبرال سلكس. تمام، هاي بالنسبة لهذا السيرفيس. ليش ما سوي شو اسمه؟ اي فوكس، لا تقول صار ساعتين بدون فوكس. زين، بنشغل هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للميديال. الميديال سيرفيس، الميديال سيرفيس اول شيء لازم تعرفه شنو؟ هنا انا راح نحكي على اول شيء البيوز والزجايرس اللي فوق. عندك هذا اللي طالع اللي هنا هذا شنو؟ هذا سنترال
نفسه هو اللي ورا الكبير، شوفوا نفسه الكبير كمل 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 طلع هيك وطلع من هنا. فهذا شنو هذا راح اسميه السنترال سالكس. زين السنترال سالكس شرد اعرف بيه اهم معلومه تعرفها انه هذا اللوبيول شو اسمه، بما انه السنترال بالنص فراح اسميه شنو بارا، يعني على جانبي بارا سنترال لوبيول. تمام جدا جدا مهم. زين هذا الميديال فرونتال، ميديال ليش؟ لانه صفحه ميديال، وفرونتال لان هو اللي قدام، ميديال فرونتال لبيول. زين هنا هذا اللبيول اللي صاير ورا ورا البارا سنترال، هذا بارا سنترال خلصنا منه. الورا البارا سنترال شو اسمه؟ تمام هذا اسمه بريك يونيس. راح تقول ليش بريك يونيس؟ لان هنا عندك بالزاويه اخر شيء الكيونيس، فهذا راح اسميه بريك يونيس، يعني ما قبل الكيونيس. تمام اخر واحد جوه شو راح اسميه؟ هذا راح اسميه اللينجوال. تمام اللينجوال. زين اكو شيء اسمه كلش مهم اسمه الكالكاراين سالكس، بي قسمين، اللي ورا راح اسميه بوستيريور واللي قدام راح اسميه شنو؟ انتيريور كالكاراين سالكس. هذا بالنسبه للكالكاراين سالكس. هنا هسه خلصناها كلهم، بدينا بالبارا سنترال اللي هو اهم شيء مثل ما قلت لكم. ليش؟ لان السنترال بالنص هو على جانبيه، اذا بارا. وحشينا على اول شيء انت تروح على الزاويه، زاويه كيونيس، قبل الكيونيس شنو؟ بريك يونيس. واخر شيء عندك لينجوال، شوف يعني يشبه اللسان، سميه هيك، سوي فوكس. تمام بالنسبه للسان خلينا نسميه لينجوال. زين هذا الكالكراين، كالكراين مثل ما قلت لكم اللي ورا اسمه كالكراين بس، او ممكن انتيريور كالكراين، واللي ورا البوستيريور كالكراين. تينا من عنده هنا اكو هذا ما حشينا على اسمه، هذا اسمه برايتو اوكسيبيتال. راح تقول لي وين سمعت قبل شويه بي؟ من ترجع لي ورا برايتو اوكسيبيتال، فهو نفس اللي فصلهم برايتو اوكسيبيتال سالكس. زين هسه عندك هنا بهاي الصوره نفس الشيء اللي قلت لك عليه، مثل ما تلاحظ هنا عندك البارا سنترال والبريك يونيس والكيونيس واللينجوال، نفس التفاصيل بهاي الرسمه تقدر توقفها وتشوفها. زين نجي هنا بعد شو عندنا؟ عندنا ورا ما خلصنا الفرونتال الميديال فرونتال، تعالي على الجوا، اول نقطه جوا عندك سالكس والنوب جايروس والنوب سالكس. احكي لي على السالكس اللي فوق اسمه سينجوليت سالكس، بينما الجايروس على اسمه نفسه سينجوليت جايروس. زين هاي مهمه جدا قال الدكتور عليها، شو اسمها هاي؟ كوربس كالوزا، تعرف الاجزاء مالتها. تمام بيها اربع اجزاء، جزء جزئين ثلاثه اربعه، تعرف اسمها. زين ما بالنظري بالنسبه للواحد اللي يصير فوقها، فوقها مباشره راح اسميه على اسمها كالوزال، كالوزال سالكس، تذكرني بالله كالوزال تايتل. المهم كالوزال سالكس. زين هسه عندي سينجوليت جايرا سينجوليت سالكس ورا الجايروس مالته هم سينجوليت، عندي كالوزال سالكس ورا شنو مباشره عنده؟ الكوربس كالوزا، وهي اربع اقسام تعرف ايش هن، تعرف النوع الفايبر اللي تتكون منها. زين ها عندك الثلاماس ما قال عليها شيء. زين هاي خلصنا من عندها. تعال هنا الجزء الثاني، اول شيء عندك هذا، عندك هاي الصوره هي نفسها هاي مثل ما تلاحظون، بدي اعرف على ال شو اسمه الفنتريكل، هذا اهم واحد بهن اللي هو شنو اسمه؟ اسمه الفورث فنتريكل. تمام اللي قدام عندك البونز، اللي ورا عندك السيربيلم. تمام هاي بالنسبه لهذا. زين الكنال هم تعرف شو اسمها؟ السنترال سباينال كانال. تمام كانال تعرف شو اسمها؟ سنترال سباينال كانال. طبعا هنا هم عندك انتر بيدنكولر فصه، تعرف المحتويات مالته جدا مهمه. الانتر بيدنكولر كبر عليها سوي زوم، هاي انتر بيدنكولر فصه. بالنسبه لهذا شرد اعرف من الفنتريكلز، اول شيء عندك هذا مهم جدا شو اسمه؟ فورث فنتريكل. الفورث فنتريكل اللي فوق 19 عندك اللاترال فنتريكل. زين اكو فصه هنا راح اكبر لك، هاي فصه، فصة تعرفها انتر بيدنكولر فصة، تعرف المحتويات مالتها شنو. زين زين اللي قدام عندك البونز، واللي ورا عندك شنو؟ سيربيلم. خلصنا من عندها هاي بعد ما بيها نقاط. تعالي على هاي الصفحة، هاي الصفحة اوكي، هاي الصفحة هي نفسها بالرسمة، هاي الصفحة انتيريور ما عندك بوستيريور، شوف هاي الصفحة، هاي هي نفسها بس شنو؟ انت المفروض عندك جزئين. تمام فاحنا جالسين على جزء واحد بس، هذا الجزء لازم تعرف لي اول شيء هذا البونز وهاي المدلة. تمام عندك البوند المدلة تنقسم قسمين، القسم اللي هنا طبعا هذا يكمل قلت لكم، القسم اللي هنا ايش راح نسميه؟ راح نسميه بيراميد، والقسم اللي هذا ايش راح نسميه؟ راح نسميه محمد اوليف. اوليف زين عرفنا هذا الفرق بيناتهم. زين لازم تعرف من عندك هنا انه اكو هنا جروف بالنص اسمه البازيلا جروف، بس ما موجود فوق شنو الجروف وشنو الارتري اللي شو اسمه يمشي بيه؟ بازيلا جروف، بازيلا ارتري. تمام بعدها هو عندنا ها طبعا هنا ممكن يجيب لك بغير موديل، لازم تقول سالكاي يشيل لك ذني، يشيل لك يان ذني فوق ويسالك على السالكاي الموجوده جوا، تحفظها هنا شنو؟ الكرينيال نيرف، والكرينيال نيرف اللي يعبر منه. تمام
هاي بالنسبه لهاي النقطه. بعد قال اكو شيء ثاني بعدين هسه اخر شيء قال لنا على 5 أسئلة مهمه جدا. طبعا هنا نقطه اخيره السلكاي اللي تفصل بين الانتيرير الانتيرير لاترال كيس والانتيرير ميديان فيشر تعرف ان اسمها زين. هسه راح اخذ 5 أسئلة اللي هن اهم الاسئله اللي عندك يعني. اول شيء عندك سنترال كيس تمام تعرف لي تعرف لي البري والبوست جايروس. طبعا هاي انتيرير فاللي قدام شو اسمه بري هذا البوست البري سنترال شنو جايروس واللي ورا البوست اللي هو البوست سنترال جايروس هاي انتينا منه. هاي نقطة. السؤال الثاني عندك هنا هذا السنترال ليبيول البرارا سنترال ليبيول هم المهم. السؤال الثاني عندك طبعا هنا اكو سؤال همين هذا مو لا ترسل كاس قلنا عليه تقول لي شنو المحتويات اللي تمشي بيه تمام الارسي زين. تعال هنا الناس تسألنا سألنا على الكلوزم الكوربس كلوزم تعرف شنو الاجزاء مالته وشنو نوع الفايبر مالته هذا سؤال مهم ايضا. انتر بيدنكلر فرصة ممكن والفورث فينتريكل مثل ما قلت لكم صار اكثر من 5 مشيهم. المهم عندك هذا الالفاكتوري تمام تعرف الفائده مالته همين. عندك اخر نقطه اللي هي الام سي بي. شوف هذا ام بونز الام سي بي هنا طبعا عندك البونز اذا اشر لك عليه اشر لك هنا ما تقول له بونز ايش راح تكتب له تكتب له ام سي بي تبدي تكتب الاختصار تكتب اسمها هي الميدل شنو الميدل سيريبرال بيدنكل تمام. فهاي كانت بالنسبه للسي ان اس اهم الاشياء اللي ممكن تجي بالامتحان. شكرا لكم.